كان هنا قبل التوجه إلى الكوت ديفوار ثم إلى ليبيا من أجل الوصول إلى فرنسا. إنه شاب خدوم دائما ما كان يساعد الآخرين قبل ذهابه. دعونا له وأعتقد أن الله استجاب دعوتنا. قبل التوجه إلى فرنسا كان يقوم بأنشطة تجارية في باماكو. كان يبيع حقائب وأشياء من هذا القبيل. كان يعيش هنا وكان ينام في هذه الغرفة. ما فعله يقدم صورة إيجابية عن مالي بعدما تضررت صورة البلاد كثيرا في الإعلام بسبب الأزمات.